الكلام حلو النهارده عن الاهلي في النهائي وكاس ليفربول، اما لقطه صلاح مع مؤمن زكريا فهنا ساسكت قليلا. أصل الحكاية حكاية صلاح، حكاية ما بتخلصش، حكاية كلها بطولات وفخر، يوم بعد يوم بنفرح معاه، بنفرح بفرحته، وزود على ده جبر الخواطر. أصل اللي يعمل لقطة مؤمن زكريا دي النهاردة لازم يكون صلاح، صلاح وبس. أصل لو فكرت فيها وحتى لو نواياك مش ولا بد، مستحيل تقول أصل صلاح بيدور على ترند أو بياخد لقطة، علشان هو أصلا الترند، علشان هو أصلا اللقطة. النهاردة وبسبب صلاح العالم كله عرف مؤمن وحالته، العالم كله كان بيدعي المؤمن مش بس دعوات المصريين. اللي عمله صلاح النهاردة ببساطة حلو، حلو قوي كمان، تصرفات ابن البلد الجدع الشهم ابن مصر.